مزامير ترتي المعلم نادى عود النبي والملك بركاته تعزي جميعنا. أما أنا فمستعد للسياط ووجعي مقابلي في كل حين. قد أحاطت بي كلاب كثيرة وزمرة من الأشرار أحدقت بي. هللويا. اللهم اعترف علينا واسمعنا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع أناجيلك المقدسة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته على جميعنا. وكانت عادة الوالي في كل عيد أن يطلقوا للجمع واحدا من الأسرى من أرادوا، وكان لهم في ذلك الوقت أسير وهو لص يدعى براباس. فلما اجتمعوا معا قال لهم بيلاطس: من تريد أن أطلقه لكم، براباس أم يسوع الذي يدعى المسيح؟ لأنه كان يعلم إنهم إنما أسلموا حسدا وفي مجالس على كرسي الولاية. أرسلت إليه امرأته قائلا: لا تصنع شيئا بذاك البار، فإني تألمت كثيرا هذه الليلة في حلم من أجلي. أما رؤساء كانوا الشيوخ فحرضوا الجموع أن يطلبوا براباس ويهلكوا يسوع. فأجاب الوالي وقال لهم: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟ أما هم فقالوا: براباس. فقال لهم بيلاطس: فماذا أفعل إذن بيسوع الذي يدعى المسيح؟ فقالوا كلهم: ليصلب. قال لهم الوالي: وأي شر من عمل؟ أما هم فازدادوا صياحا قائلين: اصلبوا. فلما راى بيلاطس انه لا ينفعه شيئا بل بالحري يحدث شباب، اخذ ماء وغسل يديه قدام الجميع قائلا: اني بريء من دم هذا البار، فابصروا انتم. فاجاب كل الشعب وقالوا: دمه علينا وعلى اولادنا. حينئذ اطلق على